الرقم المطلوب مغلق حاليا، يرجى ترك رسالة بعد سماع الصافرة. مؤيد، بعتذر منك لأني حطيتك بهالموقف، بس أنا ما توقعت الأمور توصل لهالدرجة. بس كنتي كتير مبسوطة، لو سمحت حاكيني. بدر، صباح الخير. فوت وسكر الباب وراك. شو في بابا؟ اليوم الصباح سمعت كل حديثك انت وبانا. ايه منيح اللي سمعت حتى تعرف انه كلامي عنه مزبوط. شوف بانا لو ان وصلت. الغي موضوع الدعاية بدر. بابا انت شو عم تحكي؟ هي شو زنبها؟ شوف وحدة تانية. انت اكيد عم تمزح. صرنا اسبوعين عم نشتغل معه وندربها مشان الدعاية، بعدين وقعنا العقد. اختك بانا اهم عندي من كل هالشغل، انت عم تفهم علي؟ وما فينا نضغط عليها اكتر من هيك، حالتها النفسية مو متحملة اي انهيار تاني. ما بقدر اعمل هذا الشيء، لانه نحن وعدنا المخلوقة وانت اللي علمتنا ما نكذب. بدر، نحن مضطرين نصور الاعلان ونخلصه بسرعة. اكيد فيك تتفق مع وحدة تانية. مزبوط فيني، بس هالشي ما بيصير. هيك بيكون احسن. طيب افرض انه بانا بعد يومين غيرت رأيها، شو بقلها؟ بقلها رجعي مثلي؟ مين طلب نشغل جميلة؟ مو هي؟ مو قدامك صار الحكي؟ انا بعرف هالحكي، بس هلأ الوضع تغير يا ابني. نحن مضطرين نداري اختك ونتحملها شوي، والبنت ادفع لك كل المبلغ واعتذر منها. بس بدر، نهيلي هذا الموضوع، ما بدي تحط اختك بوضع صعب. نحن عائلة واحدة ولازم نحمي بعض، وهي المواضيع ما حدا بيحلها غيرك انت. انا ما بحس انك بتقرب مني الا اذا بدك شغلي مشان بانا وبس. انتوا الاثنين ولادي وما بفرق بينكم. انهيلي فورا هالمشكلة. إذا غيرنا هالبنت فيروز كتير رح تنبسط. شفت شلون؟ طلع في عندك سبب تاني غير أختك. عن إذنك. لوين؟ بدي روح شوف شو بدي ساوي. أنا كتير بشكرك.